انتشرت الكوليرا، انتشر حمى الضنك، يعني حالات مذهلة. حمى الضنك تقريبا في الحديدة ما فيش بيت الا فيه 3-4. ما نقدرش نجلس في البيت من الرائحة حق المجاري. انا حصل لي حمى الضنك بسبب طفاح المجاري والريحة الزايدة. الشبكة لها اكثر من 35 سنة ممكن. ولم يتم عمل صيانة لعملية الخطوط. وفي جو حار. يعني إذا حصلت معك مشكلة في المجاري بتغرق المدينة كلها. جينا أضرار للبيت، النامس والذباب والبهذلة، ونجلس مبندين الطواق ليل ونهار. فخلاص كرهنا العيشة داخل البيوت. معظم المناهل منهارة. مشكلة المجاري في الحديدة هي مشكلة كبيرة يعني عويصة. هذا المنهول حق المجاري زي ما أنت شايف جنبه قمامة، جنب البرميل، يلا وتتراكم ترجع تنزل في البرميل من الأحجار والمخلفات وزي. يصير برميل قمامة وبرميل مجاري في الحالتين. فيضانات يجي النامس يشرب منها ويلقح للبيوت بسبب المجاري. وضع البلاد ما يسمح، والشبكه تكلف والغطيان تكلف وكلها تكلف. الغطاء الواحد يكلف تقريبا 200 دولار. ولابد من الصيانه لها، فهذه العمليه سببت كثير من المشاكل، انه المخلفات جميعها تندرج داخل ايش؟ المناهل. وهذا يعمل انسداد للمجاري ويطفح الماء، يعني تطفح المجاري للسطح، لسطح الشارع. وتاثر على الناس طبعا بيئيا وصحيا الى اخره. فلما يكون المنهل الرئيسي تصور يجمع لك حق عده شوارع في مكان واحد. الشيء من يستجيب لنا على اساس انه يكونوا يتابعون المجاري هذه. فاحنا دورنا انه خططنا المشروع هذا. استرادوا الناس كثير، صلحوا غرف التفتيش حقهم اللي متهالكه ومنهاره. التدخل هذا سيؤثر بشكل كبير في تسهيل حياه الناس. ان شاء الله ان شاء الله انقذنا ناس كثير. ومن الامراض من الوباء ومن كل شيء. ان شاء الله انه الاشغال العامه انه لما بدات بالمشروع هذا ان شاء الله انه تفيدنا احنا بصيانه الشبكه نفسها.